انت تعرف ان الشركات دلوقتي بقت بتدور على المحاسب اللي بيشتغل بالانجليزي، خصوصا لو شركه مالتي ناشونال. تعرف ان دراستك انجليش اكاونتنج هي اعظم استثمار، لانها هتساعدك جدا في دراسه شهادات مهنيه دوليه اصبحت مطلب اساسي في سوق العمل زي CMA, CBA, IFRS and ACCA. دلوقتي اسينا مستر اكاونتنج بتقدم لك Financial Accounting and Taxes Course، يحتوي على مواضيع المحاسبة والضرائب زي كل ما يتعلق بالحسابات وتصنيفها والدورة المحاسبية. هيقوم بشرحها المحاضر مستر إبراهيم منصور، وهو Senior Financial Accountant وليه سابقة خبرة في العمل والتدريب في شركات مختلفة المجالات، وهيقدم لك الشرح باللغتين العربية والإنجليزية، والدورة كلها أونلاين على زوم. عدد ساعات الدراسة 24 ساعة، والمفاجأة خصم 50% بكارنيه كلية التجارة. للحجز والاستعلام يرجى التواصل على صفحتنا أو إرسال رسالة واتساب على الرقم التالي